داكشي علاش بغيت نوضح لكم واحد النقطه بسيطه. العزيمه والاراده اخويا والنفس الحاره هي اللي غتخليك يوليو عندك فلوس، هي اللي غتخليك تطلع فورمه زوينه، هي اللي غتخليك تحقق اي حاجه في حياتك. الا بقينا نشكيو كل واحد يشكي على واحد، نبقاو في نفس البلاصه ديالنا. كتبعتو بعت تليفون باش نشري الماكله باش ندريني، هذه ما عارفاش بنادم. انا قلتها لكم كما عارف الناس اللي معايا من الاول، كنت كنمشي نتسلف مع الدري صاحبي تليفون، نمشي عنده حتى للدار. يعني المسافه ما بين دارنا ودارو خصها طاكسي. تك في الله سبحانه وتعالى وكمل في طريقك وتقاتل بوحدك. طحتي عاود نوض، حيت لا طحتي وبقيتي تشكي راه تجيبها غير في راسي. غير باش تعرفوا واحد البلان، راه كنت كنمشي نتريني وما عارف شنو غنجي غناكل، وبعض المرات كنمشي وما كنلقاش باش كنقضي بالبيصاره ولا شي حاجه اللي عقدك، وما كنحبش اي واحد تيشكي عليك بعد منه. والله راه ماشي عيب تكون فقير، العيب هو تبقى فقير وما دير والو في حياتك وتبقى عالة على المجتمع، هذا هو العيب. المهم دابا خدينا اللوبيا خضراء، الخرشف والخيار، عطنا بطاطا حلوه. المهم تبعوا معنا باش عند مول البيض، بروتين شخصيا. السمان دس عليها تهلا فيك. مرحبا. والله فامي اخيرا صباح النور، صباح الخير وجو الخير. كيف راكم؟ مزيان. الموتيفاسيون الشخصيه رجع، البيسبس ديما ضاحك. اليوم فيديو جديد الموتيفاسيون كيف العاده، غتستافدوا وغتموتيفاو. جمع ليا الوقفه وبركه من العكز وتكونسونطرا مع الهدف اللي عندك. اللي خصك تعرف هو ان حتى حاجه ما كتجي سهله في هذه الحياه كامله. اي حاجه باغيها خصك تقاتل عليها من الاخر. الا ما خدمتيش عليها ما كاينش شي واحد غيجي ويقول لك تفضل، الا لعضيتي بسنانك فيها. بقيتوني دابا يلا فقت دابا 7:30، المهم 8 غنكون في لاصال ان شاء الله. بقاو معايا اليوم فيديو الطوب كيف العاده. عرفتي باش تفيق صباح بكري وتحيد ديك المانطا سخونه وكاين واحد البرد، عرفتي شنو كيقرص، وتحيد ديك المانطا وتنوض باش تريني، خصك تكون كاين. ها علاش كنقول لكم الخوت سبحان الله، انك دير داكشي اللي كتبغيه، حيت ملي كتكون عندك رغبه في شي حاجه راه انت اوتوماتيكمون كتنوض. يعني انا دايره غير بزز وخصني نوض مع 6 الصباح، غضرب ديك 6 الصباح واخا نشوفها غنقول نري عاوتاني. وكيما كتكون تدير شي حاجه كتبغيها كتكون عندك رغبه فيها، انت تقدر تنوض قبل 6 متشوق انك تمشي. علاش كنقول لكم الخوت ديروا داكشي اللي كتحبوه. يعني اي حاجه بغيتي توصل فيها خصك تكون كتبغيها، حيت الا بغيتيها راه يعني غتبقى كل نهار تقاتل باش توصل ليها. واش فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ اي حاجه، قرايه، خدمه، عندك مثلا شي بيزنس، باغي شي مشروع تكبرو، يعني ملي كتحب اي حاجه فاوتوماتيكمون كتعطي فيها حيت عندك رغبه، كتبقى متشوق وفهمتي لا خصني ندير خصني، فهمتيني؟ هذه هي احسن حاجه. الله يسهل عليكم كاملين، واي واحد عنده شي هدف الله يسهل عليه. اهم حاجه هي تكون نيتك زوينه، فهمتيني؟ المبتغى ديالك يكون مزيان. نقول لكم واحد القضيه من عندي هنايا، ملي كتكون زوين سمعني، ملي كتكون زوين من الداخل يعني مكونسونطري على واحد الهدف، ما نسوقش البشر يعني صافي، كل واحد الله يسهل عليه، وانت راه مكونسونطري على الحاجه ديالك راه كتمشي مزيان. ملي كتبقى فهمتيني حاضي هذا وحاضي هذا وحاضي هذا ما كدير حتى حاجه في حياتك، باش تكونوا فاهمين. داكشي علاش ركز على راسك وما تركز على حتى واحد. عندي الكارديو، الهيت كارديو اللي شرحت لكم، وعندي لي زابدو. غادي نرجع وغنشرح لكم واحد ليكزيرسيس بالنسبه للناس اللي بغاو يصغروا الخصر ديالهم. هاد ليكزيرسيس غنشرحو لكم، ولكن كيف العاده نمشي نتريني نطبق هاد الشيء ومن نرجع غنشرح لكم عاوتاني وان شاء الله يكون الخير. هاد ليكزيرسيس مهم بالنسبه للناس اللي كاين اللي عارفينه وكاين اللي ما عارفينوش، داكشي علاش من غنرجع وغنشرحو لكم مزيان. والشعار ديالنا ديما تقاتل الا بغيتي توصل، ديما هاد الكلمه هادي بقى تمعان فيها وغتلقاها انها كتشعل فيك واحد الموتيفاسيون خطيره. يلا تهلا. المهم لا فامي حنا تنديرو كارديو، ها هو البطل ديالنا كلاسيك فيزيك هاد العام ديالو. لا دوت دوت والله هاجا تتقاتلو على البروميير دابا في البيكا صوب كلش مشات انا غنقسم العجا. صافي باش تبارك الله نيفو برو بلا ما تحتاجونا. كلاسيك فيزيك حقيقي غنفوط عليك. كاين غنفوط عليك؟ لا لا غنفوط عليك بالله. لا لا ان شاء الله يكون الخير. المهم قوم معايا.
فامي لقيتوني الله رجعت دابا للدار غندوش نرتاح شويه نفطر بعدا هي الاولى باش البيسيبس يضحك فهمني يا صاحبي وغادي نشرح لكم ليكزيرسيز اللي قلت لكم المهم غتستافدوا غير نرتاح وانا معكم اليوم غنهضروا على ستوميك فاكيوم اكزرسايز اللي هو تمرين المعده كيفاش هاد ليكزيرسيز هاد ليكزيرسيز كديرو على معده فارغه يعني ملي كتفيق كديرو هو الاول قبل ما تاكل يعني خص المعده ديالك تكون خاويه باش تقدر دير هاد التمرين الطريقه ديال هاد ليكزيرسيز غنشرحها لكم غير مختصره باش تفهموها هي سهله وفي استطاعه ديال اي واحد فينا ولكن على المجهود ديال كل واحد فينا يعني كل واحد شحال يقدر يدير اذا ملي كتفيق الصباح كتجمع النفس كتوقف اذا انا لا فامي شفتوا الطريقه ديال ليكزيرسيس هو انني كنجمع النفس وكنرخي النفس حتى يعني صافي كنحس براسي غنتخنق وكنزير على الخصر ديالي يعني كنجمع الخصر ديالي وكنحس به صغار وكنبلوكي ما بين 20 ثانيه على حساب الاستطاعه ديال كل واحد فينا يعني كل واحد وشحال يقدر يدير اذا هذا ليكزيرسيس مهم في الصباح على معده فارغه ولكن انا ما خدمتوش لاحظتوا انني ما درتش هذا ليكزيرسيس ديال انني واقف وكنفش كلشي الاكزرسيس اللي وريتكم وانا واقف هذا هو الاكزرسيس التقليدي ديال الفاكيو ولكن الاكزرسيس الثاني اللي درتو في لاصال اللي هو هذا الاكزرسيس هو اللي مزيان يعني اذا درتوه غتحسوا بالفرق اكثر من انكم واقفين كدير البلانك كما تشوفوا وكتجمع النفس يعني وكترخيها وانت داير بيديك فحال هكا كتحس بالكرش ديالك هي ولومبير يعني كتحس بهم قراب كتجمع النفس وكتزير المهم درتش نشرح لكم بهذه الطريقه باش فهموني يعني كتحس بالخدمه اكثر اذا جربوا داك الاكزرسيس وردوا عليا يعني كدير كما قلت لكم ما بين 20 ثانيه 30 على حساب الاستطاعه ديالك وكترتاح وكتعاود تنوض وكديروا بالنسبه للناس اللي بغاو الحجم ديال الخصر ديالهم صغار فهو مزيان ولكن كما قلت لكم يعني ماشي نتايه ما متبع على بروغرام ماكلتك مخربقه وهذا وكديروا باغي الحزام ديالك صغار كما تنقول لكم هذاك اي حاجه غير كتعاون داك الاكزرسيس غير كيعاون اذا انت شنو خصك دير تقاد الماكله ديالك بزاف د الحوايج عاد دير داك الاكزرسيس باش تلقى النتيجه دغيا ماشي انت كتضرب الحرشه وباغي الخسار ديالك صغار فهمتيني اش بنوصل لك اذا بقاو معايا الموتيفاسيون باقا كتسناكم وبزاف ديال البلانات زوينين تقاتل الا بغيتي توصل يلا بقاو معايا كنتمنى تكونوا استفدتوا من البلان اللي شرحت لكم الا درتوا داك الاكزرسيس ان شاء الله يكون الخير ولكن الماكله ديالكم قادو الاول بعد لي من الحرشه الملوي داكشي ديال مطلوع وداكشي حيد داكشي على العجينه مره لا تشهيتي تقدر فهمتيني تقيس اما ديما يوميا الملوي الحرشه ناري صعيبه الدراري والله العظيم دماغك شي تقال تتقال الدماغ والله الخوت حتى الملوي تتقال الدماغ بالله واحد زائد واحد تولي تفكر فيها عاد تجاوب المهم راه فاهمين دابا لقيتوني غادي نمشي ناخذ داكشي اللي محتاج في الريجيم ديالي بطاطا حلوه رز بسماتي كاع الخضار المهم نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج داكشي علاش كملوا معايا الفيديو حتى الاخر وقبل ما نبداو مساوش لايك تابوناو فلاشين باش يوصلكم ديما الجديد وشي كومونتير زوين تشجيع على انا تقاتل الا بغيتي توصل يلا المهم بقاو معايا وين كاين طاطا حلوه لا سلاس واه تيتريني مزيان هاي كاين هاكا كاين الخيار الخرش كاين منقي ناضي صافي مزيان لوبيا خضراء لوبيا خضراء كاين صافي المهم لا فامي هادي الحومة انا فين كبرت وري الجامع هودا انا فين كبرت هنا هذا هو الكارتي ديالي باقي عاقل شحال هادي ملي كنا تنقراو في الاعدادي كنا المهم اوقات الفراغ كنا تنجيو نبيعو بيم قدام الجامع والله العظيم هاي البلاصه هي هذيك اللي كتهضر تقول لكم شنو كاين كنا تنبيعو بيمو تشريو كرطونه ب 20 درهم شحال تدربح 4 دراهم 24 درهم واصلا واكل بالكرطونه شي 6 بيموات كيلو المهم دابا خدينا اللوبيا خضراء الخرشف والخيار عطنا بطاطا حلوه المهم تبعوا معنا باش تفهموا السلام عليكم كاين اخويا بطاطا حلوه وقعت المهم لا فامي خويا دابا عند مول البيض بروتين شخصيا غادي ناخذوا جوج بلاطاوات ديال البيض اصلا باقي لي البيض
بايد البلدي ولا نبايد سمان دش عليها يا نري هادي الشو هذا شي جوج بلاطاوات زوين المهم دابا خدينا البيض باقي الدجاج الرز بسماتي الرز بسماتي ما لقاوش هنا لا لا شكون النهار ضروري السلام عليكم دابا غادي ناخذوا طاطا حلو تهلا فيه يا دي هاي عبر لي شي بسم الله حومه وريهم الحومه حي شعب خذ راحتك اسقي الله صور 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 شي دي ديكات الدراري الله يسهل عليكم وخا العافيه الله يحفظك الحومه صور لينا الرجوله اخي تعامل الله يكبر فيكم لازم المهم دابا خدينا بطاطا حلوه الكار اخيرا اخيرا بعد عمل شاق عطينا رز بسماتي حيت قليل الدراري الحب الابدي شبان لك اخي خويا راه ميسيو شكرا هاو تحيه لهاد السيد راه هو اللي الدجاج ديما كناخذو من عندو اللي بغى شي حاجه ما ياك الله يسهل عليك لازم الله يحفظك لا لا وشوف هنا وشوف هنا دابا ناخذ الطون جولي وشوف صافي نكونوا سالين ياك الله يسهل عليك شكرا كاين بطاطا كاين كتفرح ولد المدينه كيكون ها كتفرح ملي كتلقى شي ولد المدينه كيكون الله يحفظك والله الا شرف لي الله يسهل عليك شكرا المهم لا فامي اخيرا انا عندي البيض الشوفان طون رز بسماتي الخرشف دابا نقول لكم علاش الخرشف لوبيا خضراء الخيار وبطاطا حلوه والله الا عييت بالله عرفتي شنو شي حوايج لقيتهم دغيا كيما شفتو بحال الرز بسماتي شحال وانا تنقلب عليه خسرت عليه المازوط كثر الثمن ديالو هادشي هذا اللي كشفتوه دابا ماشي ديال السيمانه يعني راه كاين المصاريف باش تكونوا فاهمين اكثر في الريجيم شي بيريود ديال لاماس كتخسر ولكن الريجيم كثر الريجيم كتولي تستعمل البروتين كثر والبروتين هو اللي غالي يعني الكارب كنلقاوه رخيص كاين ولا لا اذا غادي تشوفوا معايا فيديو جديد فيه الوجبات اليوميه ديالي باش غنفيدكم بزاف الحوايج بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا لاسيش ان شاء الله جايه الخير وبزاف الحوايج غنشرحهم لكم المهم حتى الفيديو الجاي ديال الوجبات صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للدجاج راكم شفتوا عند مول الدجاج قال لي حتى الغدا رجع عندي نوجد لك الدجاج المهم راه باقي عندي هنايا شنو اخر المهم دابا هادشي راه مزيان كاين عاوتاني الخس الفلفله خضار كاينين الحمد لله صافي دابا غنوجد راسي باش غنمشي للعصال عييت وحق الله ارتاح واحد 10 دقائق اليوغا ارتاح وديك الساعه نمشي للعصال نتريني وبقاو معايا حيت غندوز كل موتيفاسيون كيف العاده تقاتل اللي بغيتي توصل دابا وصلنا حدا العصال راه ديال الماء كاسك الحرب لقيتها الغيبده باش البيسيفس يضحك sky I was always in denial of what I saw right in front of me and every time I'm so damn lost what I loved and what I lost but let's get lost in love tonight hear a second voice inside my head it's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said we'd be
fall asleep to lullabies with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong when all I ever saw was love? But let's get lost in love tonight. من بعد ما سيرينا الحصه ديالنا كما شفتوا معايا عرفتي شنو مسخسخ ديال بصح اليوم تعذبت راكم شفتوا كلشي على عينيكم مشيت ترينيت الصباح جيت تقديت رجعت لاصال يعني عييت ديال بصح ولكن ما كاينش الاستسلام عرفتي هاد اللحظه اللي فيها انا راه كاو هاد الموضوع اللي غنهضروا عليه مهم بزاف داكشي علاش تكملوا معايا حتى الاخر حيت غيبدل لكم بزاف ديال الافكار وغيموتيفيكم في نفس الوقت باش تكملوا ان شاء الله. وبزاف ديال الناس غيقولوا واحد الكلمه انا متاكد غيقولوها غيقولوا كيفاش يعني هادشي اللي كدير خصو امكانيات يعني عندنا بزاف د الحوايج كاين اللي باقي تيقرا كاين اللي خدام قاشي لغا مع الوقت يعني ما يمكنش نوفروا هادشي كامل. اذا سمع لي هذا هو الموضوع والله حتى غتستافدوا الا كملتوا معايا حتى الاخر ولا فهمتوا الميساج ديالي شنو بغيت نوصل لكم. مؤخرا الدراري كدرت واحد البوست ماشي بوست ستوري في انستغرام وقلت لكم بلي هاد النيفو اللي كنت فيه 19 عام انه ما جاش بالفلوس جاب العزيمه والاراده والقيتال وما استسلمتش حتى وصلت داك النيفو وباقي كمل. وبزاف ديال الناس دخلوا عندي كاين اللي عجبو الحال قالوا لي بصح اخويا اسامه تبارك الله عليك كمل. وبزاف ديال الناس قالوا الا ما كاينش فلوس راه ما كاين والو يعني كيفاش انايا خصني الدجاج خصني اللحم خصني البطاطا خصني بزاف د الحوايج واش غنجيبهم بالعزيمه والاراده من نمشي عند الجزار نقول له عطيني كيلو د الكفته ونخلصوا بالعزيمه والاراده. بزاف ديال الناس قالوا بحال هذا الكلام داكشي علاش بغيت نوضح لكم واحد النقطه بسيطه باش تفهموا العزيمه والاراده اخويا والنفس الحاره هي اللي غتخليك يوليو عندك فلوس هي اللي غتخليك تطلع فورمه زوينه هي اللي غتخليك تحقق اي حاجه في حياتك. انا ما كنقول لك تقاتل الا بغيتي توصل يعني ماشي غير في لونطريمون وفي اي حاجه بغيتيها في حياتك. بغيتي تبدل وضعك المادي يعني هذيك راه حياتك خصك تقاتل عليها باش تبدل الوضع المادي ديالك. الا بقينا نشكيو كل واحد يشكي على واحد يعني غنبقاو في نفس البلاصه ديالنا. انا اول مره بديت يوتيوب باش بديتها ما كانش عندي ماتيريال راه ما كانش عندي حتى حاجه ما كان لا ماتيريال لا والو تليفون هو الاخر ما كانش عندي كتبعته بعت تليفون باش نشري الماكله باش نترين هادي ما عارفاش بنادم انا قلتها لكم بعت تليفون واحد النهار باش نشري الماكله. يلا كاين شي واحد غيدير هاد القضيه تبيع تليفون اللي كتستعملو باش تشري الماكله باش تكمل في لونطريمون ديالك. انا درتها ونهار بديت يوتيوب الدراري يعني ما كانش عندي ماتيريال كما عارف الناس اللي معايا من الاول كنت كنمشي نتسلف مع الدري صاحبي تليفون كنمشي عندو حتى للدار كنفيق الصباح كنمشي عندو حتى للدار يعني المسافه ما بين دارنا ودارو خاصها طاكسي وكنمشي على رجليا وكنلقاه يعني مخليه ليا وكناخذو من عندو وكنرجع للدار وكنصور وكنبين لكم بحال يلاه فايق الصباح يعني الصباح الخير اخوش نهاركم مبروك وكيعيط ليا وكيقول لي راه محتاج التليفون وكنهز التليفون وكنمشي عاوتاني نفس المسافه كنردو له وما كنمونطيش ديك الساعه يعني كنخليه حتى يكون عنده شي وقت خاوي باش نمونطي يعني راه درنا شي حوايج تقاتلنا وباقي كنتقاتلوا يعني هادشي انا هذا الميساج اللي بغيت نوصل لكم. ما عمرك شوف ما عمرك قد تقول الاعذار الاعذار كاملين تنعرفوه الا جيتي تبقى تقول عذر راه ما درتي حاجه في حياتك ها خصني كاميرا خصني هادي خصني هادي غتبقى في بلاصتك. انا الحمد لله بديت بتليفون ماشي ديالي دابا ولا عندي تليفون كاميرا بزاف د الحوايج الحمد لله تبدلوا في حياتي. كون شكيت من النهار الاول ما كنتش يعني ما نوصلش هادشي اللي كتشوفوا فيه ولات عندي كاميرا تليفون
واش فهمتوني؟ اذا ما عمرك تشكي شي واحد وما عمرك تبين الضعف ديالك لشي انسان فحالك، باش نكونوا فاهمين هذه النقطه خذوها من عندي. الضعف ديالك كتبينه الله سبحانه وتعالى وافتقار ديالك لله سبحانه وتعالى. ما عمرك تهبط من القيمه ديالك قدام بنادم، بنادم ما عنده باش يفيدك. ثق في الله سبحانه وتعالى وكمل في طريقك وتقاتل بوحدك، واخا ما يعاونك حتى واحد عول على راسك وكمل في طريقك. طحتي عاود نوض، طحتي عاود نوض، حيت لا طحتي وبقيتي تشكي راه تجيبها غير في راسك، ما تجيبها في حتى واحد. يعني راه حياتك مسؤول عليها مشايخ. اذا لا بغيتي تغير وضعك المادي واي وضع بغيتي تبدلو في حياتك ما عاجبكش خدم علو. يعني ملي نقول لك تقاتل الا بغيتي توصل راه خصك تقاتل اخويا. يعني راه ما كاينش شي واحد غيجي وغيعطيك داكشي اللي باغي غيقدمه لك في طبق من ذهب، ما يمكنش. راه هادشي باش نكونوا فاهمين. انا نعطيكم واحد النصيحه من هنايا، ما عمرك تعول على شي انسان كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو شي شيء، باغيين يديروا اي حاجه في حياتهم، بلا ما تمشي عند شي واحد مثلا واصل شي حاجه وتبقى تطلبوا، عول على راسك اصاحبي، عول على الله سبحانه وتعالى وخدم على راسك. الا خدمتي وتقاتلتي راه ضروري غتوصل لشي حاجه. راه باش نكونوا فاهمين الدراري، انا الحمد لله يعني كنت واصله بيا العظم ربي العالم شدوزت. انا راه ود حي شعبي وانتم راكم شتو الحومه فين كبرت، وكنفتخر انني ود حي شعبي وهاد القتال وهاد النفس الحاره اكتسبتها هنايا وباقي مقاتل. يعني راه قلت لكم ما عمري ان شاء الله غنحبس باذن الله، راه نبقى نتقاتل 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 حتى ربي يسهل عليا. وتانت خصك دير نفس البلان، الشكاوي ما عندنا ما نديرو بهم، ما تبقاش تشكي عليا فهمتيني؟ ما تشكي على حتى واحد، تشكي لله سبحانه وتعالى. ديما انا واحد القضيه تنديرها كنكون مضرور، ما عمري شكيت على شي واحد اخويا وخصني وهادي هادي باش نديرهاش، نشكي الله سبحانه وتعالى بيني وبين الله اشنو خاصني. ويا ربي يا ربي، ولكن قدام انسان راني قوي واخا عندي شي حوايج باغيهم، ولكن قدام بنادم راه ما خاصني تاخر. هذه استراتيجيه اللي خصك تمشي بها. الا بينتي الضعف ديالك بنادم راه ما غيعاونكش، غيزيد يعفط عليك من الاخر. المهم سمحوا لي كنهضر معكم هكا، ولكن بغيت الميساج ديالي يوصل لهاد الناس اللي كيقول لك اخويا خصنا امكانيات. راه كاملين خصنا امكانيات. انا الحمد لله اللي شفتوا حياتي دابا ولات مزيانه راه خدمت عليها من الاخر. ما كنتش نلقى في الاول باش ناخذ البيض، راه كنت نمشي نتريني غير باش تعرفوا واحد البلان. راه كنت كنمشي نتريني وما عارف شنو غنجي غناكل. راه ملي كنكون غادي كتقول لي الوالده راه الماكله اللي كانت كليتيها كامله، راه ما بقى والو. وكنمشي لاصال وعارف انني غنجي ما غنلقى والو. ومين كنجي كنلقى الوالده مسكينه دايره شي حاجه، يعني ضحات معايا بعد الوالده الوالد العائله ديالي مضحاو معايا، هذه ما نكروهاش. بعض المرات كنمشي وما كنلقاش باش كنقضي، كنقضي بالبيصاره ولا شي حاجه اللي عقدي وما كنحبش. يعني ما تبقاش تشوف هذا الانسان غير الايجابيات، راه عنده واحد السلبيات. اي واحد فينا عنده سلبيات في حياته. اي واحد تتعرفو تيبقى يشكي عليك كل نهار وخصنا نديرو وخاص خاص خاص، راه كلشي خاصو. ما يشكيش عليك، خدم على راسك وبعد من اي واحد تيشكي عليك بعد منه من الاخر. الميساج ديالي راه واضح وباين، هادشي اللي بغيت نشرح لكم. العزيمه والاراده والنفس الحاره، الا كانت نفسك حاره راه هي اللي غتغير لك حياتك. باش نكونوا فاهمين، الا كنتي دابا كتعيش الفقر راه قادر تخرج من الفقر. راه ماشي عيب تكون فقير، العيب هو تبقى فقير وما دير والو في حياتك وتبقى عالة على المجتمع، هذا هو العيب. يعني الفقر ما تيجينيش عيب، يعني حنا ما اختاريناش حياتنا فهمتيني، حيت كل واحد اختار حياته كيفاش يتزاد. راه كلنا عندنا قصور، ولكن تزادينا ولقينا هادشي الحمد لله بعدا بصحتنا كنشوفو وكنسمعو. يعني بزاف د الحوايج عندك واحد النعم زوينين، يعني خصك غير شي حوايج تقادهم بصاد وقادر تقادهم. اذا الشكاوي والبكاء ما عندنا ما نديرو به، عول على الله وعلى راسك باش نكونو فاهمين. راه ما كاينش اللي يعاونك الا اللي خدمتي على راسك. وهاد الانسان اللي كيهضر معاكم راه ماشي واصل شي حاجه اللي كبيره، المهم حياتي تبدلت من الاول دابا الحمد لله، وباقا غتبدل وغنتقاتل باش نبدل حياتي في كل شيء، في الوضع المادي في كل شيء، اي حاجه باغيها غنبدلها. انا نعطيكم واحد النقطه بسيطه وغنختم هذا الفيديو. هو نهار بديت يوتيوب كنت كنعرف شي دراري صحابي معروفين، كنعرفهم يعني معروفين وملونسين، وما عمري مشيت عند شي واحد وقلت له خويا عاونني نطلع لاشي. عمري قلتها ونتحدى شي واحد بدي شي ميساج كتبوا له شحال هادي، ما عمري درتها، حيت عرفت راسي غنخدم على راسي واحد النهار وغنوصل داكشي اللي بغيت. اذا انت ما تعول على شي واحد. المهم الميساج ديالي واضح ونتمنى تستافدوا منه، ولا استفدتوا منه غتمشيو مزيان في حياتكم. وتقاتل الا بغيتي توصل، وديما الشعار ديالنا تقاتل الا بغيتي تتصرف فيها بزاف المعاني الدراري، غير تمعنوا معاها غيكون الخير. هضرت بزاف، نختموا البلوغ هنايا، كنتمنى يعجبكم هذا الشيء. الا عجبكم ما تنساوش لايك تابوناو في لاشين باش تصلكم ديما الجديد، وراكم عزاز وباقي الخير جاي ان شاء الله.